إذا ما فينا بالمحاضرة فاطمة. علي؟ نعم دكتورة، هذا الشرط ما سألت موجود فاطمة. بالمحاضرة. ها؟ اي ما موجود هذا الشرط بالمحاضرة. ها ماشي. ايه يعني هو البارتوغرام اللي هو جرافيكال ريكورد فور كورس اوف ليبر. دكتورة بس سؤال، ايه الكيس مالتي هذا الأسبوع كانت إنه هي elective cesarean section due to fetal distress. ايه غلط فهي يعني غلط الدكتورة عندك. أصلاً معطيتها موعد وكذا محاولتها للمستشفى إنه ك cesarean section. ايه تمام؟ من مدخلينها للمستشفى داخلة الساعة 8 للطوارئ، مدخلينها للليبر روم وباقين منطينها اوكسيتوسين ومنطينها اوبر ومحاولين وياها، وهو اصلا الطفل يعني حالته تعبانه، منها للوحده يلا مقيسين من عندها بعد محاولينها مدخلينها ثييتر ومسويينها سيزيريان سيكشن. يعني ليش هيك؟ اذا هي علي 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 سوري، ماكو في شيء تقول elective cesarean due to fetal distress. يعني due to decrease fetal movement. العفو. علي 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 ماكو شيء نقول علي elective cesarean due to fetal distress. هو بالنسبه fetal distress يعني طفل تعبان، مو اقول elective. elective خلوا ببالكم elective انه انا انطيك موعد اقول لك مثلا يا علي فلان يوم مثلا نسوي لك مثلا عمليه مثلا جويتر، او فلان يوم عمليه مثلا مع الكوليسيستكتومي، هاي الكتيف اعطيك موعد اقول لك مثلا سبت او احد تجي مثلا. من فيتال ديستريس دخل فيتال ديستريس معناته طفلها تعبان، هذا ما يتحمل التاخير يعني وذين مينيت اذا عفت اني يجوز يصير فيتال ديث. زين يعني دقائق اذا عفنا يصير فيتال ديث، فما راح اقول الكتيف سيزيريان، راح اقول ايمرجنسي سيزيريان سكشن دو تو فيتال ديستريس. واضح؟ واضح يعني هذه ايمرجنسي emergency لان القدمه ما emergency لان احنا من قسمه فيتال ديستريس معناته تعب الطفل الشديد، نريد نترجمه هذا قلنا يعني فيتال ديستريس يعني هو اندستريس يعني ضعيفه منت يجوز، اذا دقائق اذا ضعيفه وذن منت اذا ضعيفه يجوز يصير فيتال ديث، يموت ببطنه. واضح. زين زين ما دكتور اقول ايش علي هاي بقى؟ الالكتيف. الالكتيف لا، انا انطيها ديت اقولها ماما تجيني يوم الاحد عمليتيت، هاي راح اقول عليها الالكتيف. بس مريضه ودخلوها بساطي ولاده وفقط اوبزرفيشن ومعطيها مغذيات وبعدين في فيتال ديستريس صاير، الالكتيف راح تنمسح، لازم اقول امرجنسي سيزيريان سكشن ديو تو فيتال ديستريس. واضح؟ هاي خلوها ببالكم. زين دكتور ليش محاولين وياها يعني باقينها للساعة الوحدة ويحاولون وياها يلا سوالها سيزيريان سكشن؟ غير قلت تحطوها ترايل اوف ليبر، انت هسه المفروض تحسين الكيس يعني مالته لا لا هو حتى نعرف ايه. هو راحت للعيادة مال الدكتورة على انه الطفل حست انه قليل الحركة مالته، راحت ايفن سوت ستاف سوت لها الترا ساوند انفستيجيشن فور انفستيجيشن. الدكتورة شافت انه النبض مال الطفل قليل، نبض الطفل قليل، وانطتها موعد يعني حولتها للمستشفى قالت لها على مود سيزيرين سكشن، جيب ديليفر باي سيزيرين سكشن. تمام. اي فهي من راحه من راحت للمستشفى؟ المستشفى غيروا من راحت الحكي للمستشفى حولوها. شادي لها تو اي في لاين ومشادي لها كاثيتر ومدخلينها يعني مدخلينها لصاله الولاده وباقين يحاولوا ومطينها اوكسيتوسين وباقين يحاولون وياها تجيب طبيعي بس ما جابت، وبعدين حولوها للجابت باي سيزيريان سكشن. اي فهو نفس الحكي اللي حكيته هسه، بس هي كيس امرجنسي ما لا نعرف يعني احنا شنو لا الاوليات. لا علي احنا مو تو هسه ما ماخذين محاضره، احنا نريد نقسم الفيتال ديستريس علي، نقسمه انتي بارتم اللي هي قبل الولاده ونقسمه انترا بارتم. لا فان هاو هي كان دايجنوسيس، اي علي هاو كان دايجنوسيس فيتال ديستريس انتي بارتم اللي هي قبل الولاده. اذا اريد ادخل بيها هواي حكي، لازم نسوي لي دولار ستادي ولازم نسوي الترا ساوند ولازم نفك كونت اكو بقى فيزيكال بروفايل، انت شغلات ما ماخذيها. ماشي دكتورة هي قالت بالأسابيع الأخيرة يعني بالأسبوع الأخير تقريبا حدود هو قلت عندها الحركة، يعني كانت حركة زينة هو اي يعني تمام لها. ما يكون علي. احنا بنريد نشخص فيتال ديستريس ما اعتمد على يعني على شيء واحد. اول شيء كيك كاونت، كيك كاونت اقول هاخذي ورقه وروح اسوي لحركه الطفل، اريد باليوم يكون 10 حركات. ماشي راحت ورجعت قالت ماكو حركه، ندخل النوب شيء ثاني اسمه دوبلر ستادي. الدوبلر ستادي راح يشوف الامبلايكال ارتري دوبلر ويف فورم، امبلايكال ارتري ويف فورم
اللي هو على بلاك الارتري، يشوف لي. خطوه الثالثه اديتها بايوفيزيكال بروفايل، مو اكو هواي شغلات لازم نسويها. يلا اقدر اقول يعني كيس ماتك انتي بارتم فيتال ديستريس، واضح؟ ليش اقول لك اياها؟ انتم محاضره ما ماخذيها بعدكم زين، فمن تاخذوها ستتذكر الحكي. فليش ادخلكم بهوسه وانتم امتحانكم بعد الاسبوع؟ واضح. اي بس هي يعني احنا ما نقول، انت هسه حكيتها في البدايه قلت لي الكتيف، قلت لك لا قبل ما تكمل، ماكو شيء الكتيف ويا فيتال ديستريس، امرجنسي سيزيرين سكشن ديو تو فيتال ديستريس. ها هي بس انت صحيح الحكي مالتك اوكي، من تتقدم لي بالامتحان انا اعرف انت الليفل وين واصلين بالمحاضرات مالتكم، اعرف انت مثلا ما ماخذ الفيتال ديستريس، فانا ما راح اسالك واقول لك لا شلون هذا، تعال قسم لي اياها انتي بارتم لو انترا بارتم، زين هاو كان دايجنوستس كيس انترا بارتم فيتال ديستريس، يعني هاي بعد ما ماخذيها يجوز لكم شهر كامل لا تاخذون هاي المحاضره حتى بعدين تعرفوها. فانت دكتور، اللي هسه تقدم لي نفس ما هي راح تقول لك، زين نفس ما هي راح تقول لك، من اريد اناقشك اني ناقشاني وياك، يعني ادري بك تمام اخذ المحاضره، بس يعني لي هنا نفسه هو حد علمك يعني تمام اخذ محاضره بعد وصلوا وياك ديتيل شيء. ايه دكتور التساؤل اللي عندي صار، يعني ليش انه اذا هو الفيتال تعبان ابقى احاول وياه؟ يعني انا هذا صحيح، التساؤل ما اعرفه. تحتاجك مضبوطه زين، يو ار رايت علي، بس احنا قلت لك انا على مود اشخص، انا قلت لك اياها على مود اشخص انتي بارتم فيتال ديستريس، يعني انا هسه قاعده بالكلينك شلون هي هاي الكيس، وجيت في هذا البيشنت للطبيبه وسويت لها سونار وقالت لها طفلك تعبان زين، يعني احنا عندنا فد باراميتر هواي اقدر اعتمد عليه يلا نقول فيتال ديستريس، عرفتني شلون؟ فليش اقول لك انا اكو فشي دوبلر ستادي للامبلانكال ارتري، واكو فشي اسمه بايوفيزيكال بروفايل هم بيفت خمسه بارامتر موجوده، لاني اذا لقيتهن اب نورمال يلا اقول يعني الطفل مره تعبان او فيتال ديستريس، يعني هذا تقول عليه اذروايز يعني ما اعرف هم شلون قرروا فيتال ديستريس، او فعلا هو فيتال ديستريس وبعدين ليش حولوها سيزيريان، فعلا انت المطلوب من عندك تعرف صح انت سائلها وماخذ منين اشتري، بس انت من تاخذ المحاضره ما في ديستريس بعدين تتذكر مثلا شنو المفروض يسووا لها وعلى اي اساس استندوا انه هو في ديستريس فعلا، فهو اكو شغلات علي يعني مثل ما داومتوا جراحه وباطنيه وراح تداومون اطفال ونسائيه، اكو شغلات هواي نشوفها مثلا مو ساينتفك مثلا يمشون عليها، اذا اريد نحط تيشر ونمشي عليها اكو هواي شغلات يعني واحد شعره يشيب من عندها ما يمشون صحيح، بس شو تسوي انت ما صالح مجتمع كامل، احنا اللي علينا نمشي ساينتفك، انا عندي كتاب زين تيتشر امشي عليه، يعني انتم احنا عندنا كتاب دو هارس نمشي عليه، واللي يرضي يعني يرضى ضميرك يرضى رب العالمين، اذروايز هي الكيس سووا لها وشون، انا اذا اريد امشي صحيح لازم انا حاطه بين النقاط اللي ببالي اديتها الله يقول هاي فيتال ديسترس، بعد هي فعلا فيتال ديسترس او هم ليش حولوها مو فيتال ديسترس خلوا ببالهم وحولوها عنهم فاجان دليفري ربطوها ترايل وبعدين صارت المريضه سيزيرين انفكشن ما نعرف، فالمهم انه تتعرفون يعني شنو الانديكيشن مال السيزر انفكشن، وما اقول الكتف ويا الفيتال فيتال ديستريس. ديستريس واضح. هاي امرجنسي. فشنو بعد عندكم؟ ايه هسه ايش ماخذين الكيسات؟ السلام عليكم دكتورة، عليكم السلام ورحمه الله. أقدر أقدم الكيس اللي أخذته البارحة؟ ايه شو اسمك ماما بس؟ مو ده ضفوف يطلع لي أكام. اسمك؟ ضفوف أكام. ما طلع لي بالسبيكر. اي طفوف اي يلا ستارت. عندنا البيرسونال هيستوري، بيشنت نيم فاطمة حاكم عبد الجاسم، 20 years old from الزهراء كوارتر، هاوس كيبر married from بشار جاسم who 25، free worker and their blood group are unknown. Consanguinity is negative. The next of kin is her mother. Regarding the gravity, 3, priority 3, abortion 0. The date of admission is day before. Date of history taking 4th of January. Last menstrual period is unknown. الهيستوري اوف شيف كومبلين، lower abdominal pain with severe vaginal discharge. History of present illness. I would like to present my patient who admitted to our emergency department one day before to us two previous scars, suffer from severe clear watery discharge from vagina.
with pain. The pain increases gradually. طفوف طفوف طفوف. Yes. اوكي. البرزنتيشن مالكش يعني جود. بس اعرف من عندك مو بديتي حكيتي لي بيرسونال هيستوري وبعدين قلت لي اي وود لايك تو بريزنت ماي بيشنت. يس دكتور. من البدايه طفوف شو سويت؟ اي وود لايك تو بريزنت ماي كيس فلانه بنت فلان وسجل الايج مالتها يعني النيم والايج بالبدايه يعني مو كان بيرسونال هيستوري قبلها تقولين اي وود لايك تو بريزنت ماي كيس وتبدين تدرجين بيها. Which complaining of mentioned complaint malata watery vaginal discharge for 2 days or 2 hours duration before admission. We're not during the condition start as. بس بالبداية تقول I would like to present my case بدون ما تقولي لي personal history. Yes, doctor. Yes. Yes. Then the pain increases gradually for 1 hours related to the bag, colic in nature, not released by rest. Watery vaginal discharge large in amount, colorless. Yes. Okay, طفوف. Okay, طفوف. You mentioned her LMP is unknown. Yes. بس ما قلتي لي according to her speaking she was term of pregnancy. No, هي يعني البارحة جابت. أعرف ماما هي term يعني هي من دخلت yes, المريضة المستشفى. المفروض تقولي لي يعني أنا قاعدة أكزامينر مو لما أسألك أنا حتى أعرف ها طفوف. Yes, دكتور. حتى أعرف إنه أنت سألتيها لو لا فش تقولي إن LMP unknown. EDD also unknown, but according to her speaking, she was term of pregnancy. ونو بتقولي لي date of admission مالتها, complaining from vaginal discharge, 2 days duration, ونو بتقولي مثلا the condition start as, yes, هسه كملي لي الهيستوري بريزنت اون يس, the condition start. دكتور حسب الجستيشنال ايج اللي حسبتها طلع 38 بلس 1 day. Okay, you are right. زين انت وين حسبتي الجستيشنال ايج؟ According LMP or ultrasound beside her? لا باعتبار انه هي جابت البارحه فحسبت يعني من هذا الاساس هي قالت انه 15 يوم بالتاسع ها according to her speaking انت هي قالت 38 ويك او تقولي term of pregnancy مو انت من تحكين يجوز ما اذا ما تشبري تيرم يجوز 32 ويك وقلتي لي واتري ديسشارج فانت من البدايه حتى بدون ما يصير يعني حكي وما حد يسالك بعد زايد according to her speaking she was term of pregnancy 38 ويك او مثلا بري تيرم 30 ويك او 32 ويك مثلا يس ايه تمام. الواتر فاجينال ديسشارج لارج ان اماونت كلرليس وذاوت اتشينج وذاوت ادر ان ايمرجنسي روم ذا دكتور ريفيرد هير فور سيزيريان سيكشن بيكوز ذا ميمبرين واز رابتشر اند ذا امنيوتيك فلويد واز فيري لو ان اماونت سو هاد نوت ترايل تو اوف نورمال فاجينال ليبر فور ذس ريزن ان ذا ليبر روم بلاد تيست دون فور طفوف طفوف يا ماما اوكي يو ار رايت انت هسه حلو قلتي لي ما عطوها ترايل وقبل خلوها سيزيريان وات اباوت هير بي في اكزام طفوف وات اباوت هير بي في اكزام انت مريضه اجتك از يو ميشن شي هاف رابتشر اوف ممبرين وات اباوت بي في اكزام هي فول دايليتيشن بس اوليجو يوريا سو يعني ما نقدر ماما اوليجو يوريا طفوف ليجو هايدمنس زين فول دايليتيشن ليش ما اجيبها اني فولي بغيت تقولي فول دايليتيشن غير دكتوره رابتشر ممبرين ماما واذا رابتشر ممبرين حبيبي باعولي صف سادس رابع عيني احنا هسه المريضه من تدخل ليبر من تدخل المريضه ليبر لازم اسوي لها بي في اكزام واشوف امنيوتك فلويد مثل ما قلنا مثل ما قلت لكم قبل شوي قلت لكم اذا هي رابتشر ممبرين اوكي اذا مو رابتشر انا اسوي لها ارتفيشال رابتشر ممبرين فبعد ما تقولي لي انا اقول كل اوليجو هذا من اخذ سيزيريان إذا هي بعد يابا وعلى حكايتك فولي دايليتيشن يعني قد فولي دايليتيشن فولي دايليتيد ايش قد دكتوره يعني ما اعرف شلون يعني منين اعرف هاي المعلومه مال دايليتيشن او مو دايليتيشن منين تعرفيها انا مستوني حكي قلت لكم تسالون المريضه دخلت صارت ولاده فحصوها لو لا راح تقول دكتوره انا فحصوني قالوا لي عندك توسيع لو ما عندك كانت مو تحسين واحده تقولين فولي دايليتيشن فولي دايليتيد وبعدين تطلع المريضه مو فولي تمام هاي تعرف حكيت فولي الظاهر اي من واحد دكتوره Yes. ماما المفروض انت سالتها المريضه ماما فحصوش داخلي هي مو قالت لك قلت لي رابتشر ممبرين وبعدين قلت لي اوليجو هيدرمناس yes. ماما فحصوش داخلي سووا لك فحص داخلي راح تقول لي دكتوره فحصتها الطبيبه هي 38 اسبوع ايش قالت لي راح تقول لي دكتوره ماكو توسيع حولت العمليات او مثلا اكو وان فينجر مثل ما قلت لكم فالوان فينجر ما تقول لي انت كدكتور وان فينجر راح تقول لها توسيع yes. زين توسيع 17 مثلا لو هي فحصيها فانت المفروض سالتها بعدين تقول لي ماكو سيرفايكال دايليتيشن كان او اوز واز كلوز ذن شي واز ادميتد از امرجنسي سيزيريان سكشن زين هي شنو الكوز اوف سيزيريان سكشن مالتها؟ رابتشر هي بريفيوس تو سكار سيزيريان سكشن خلاص 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 اوكي
her cesarean infection due to repeated scar and she was 11. Yes. فوف Yes. مريض ايش هسه دخلت عندها يعني من بدايه فاجانال ديسشارج، وهذا الفاجانال ديسشارج اللي هو امنيوتيك فلويد ده يطلع، وهي ريبيتد تو سكار يعني اثنين قيصريات عندها، هاي تتاملينها تجيب طبيعي؟ احنا قلنا كونترا انديكيتد أكيد لا، كل يس. مريضه قيصريتين وفوق كونترا انديكيتد فور نورمال فاجانال دليفري، فهي مجرد اجتك اذا كان عندها ابدومينال بين يعني ككونتراكشن لازم تاخذين سيزيرين سكشن، واذا جت هي من قاع حركت الممبرين مثل ما جتك المريضه وهي رفشه وسويت لها الترا ساوند ولقيتيها فعلا رفشه الممبرين واوليجو هايدرامناس زين انا بقيت 38 اسبوع شو اسوي لها؟ وهي ربيت تو سكار فلازم تاخذينها سيزيرين سكشن. يس تمام زين دكتور، بس يس. من تقولين شو فولي دايليتد؟ لا اذا فولي دايليتد خلينا نقول وهي بيج اس 1 او هي بارا 1 نورمال دليفري زين راح اقول ليش ما جبتيها طبيعي؟ وذا هي ربيت وذا هي رابتشر ممبرين. احنا طبعا هي انا من تجيني اذا هي مو رابتشر انا اسوي لها ارتفيشال رابتشر ممبرين، انا من يمي اطق لها ماي راس واجيبها اذا هي مو رابتشر، فاحنا من نريد نسوي ليبر لازم اسوي لها سيرفيكال دايليتيشن ولازم اسوي لها رابتشر ممبرين، اذا هي جت من قاع رابتشر انا لازم اسوي انهانس فور هير وتران كونتراكشن. مريضتك ما ينطبق عليها هذا الحكي لان هي ريبيتد تو سكار. زين يس فمريضتك هسه من جت رابتشر ممبرين وشي هاف تو سيزرين سكشن هاي لازم تاخذيها امرجنسي سيزرين سكشن يس وهي 32 38 ويك سوري يس. يس ان ذا ليبر روم بلود تيست دون فور هير هيموجلوبين ليفل واز 9 بلود ترانسفيوجن نيدد 1 بوينت ديورينج اوبريشن يس ادميتد تو اوبريتيف روم از 6 اوكلوك ديسشارج افتر 30 مينيتس ذا اوبريشن يس باسيد وذاوت كومبليكيشن يس The outcome is single لا entire male. before Yes, what doctor. type of anesthesia she received ما سمع دكتورة. type of anesthesia لازم تحكي لي اياه General, she yes, general received anesthesia. yes ما تقول she received anesthesia or spinal yes Yes, she received general anesthesia, but without complication. She, yes. the outcome is single entire male, normal weight, no breastfeeding, no cross anomaly. And didn't admit it to neonatal care unit. The patient regained her consciousness within 2 hours. No passage of feces and urination by catheter. History of a present pregnancy suspected her pregnancy by urine test after 4 weeks of amenorrhea. First trimester, regarding first trimester, nausea and vomiting, loss of appetite, no vaginal bleeding with an increase in frequency and urgency. Regarding second trimester, felt a quickening movement at 20 week, no headache, no vision disturbance, no vaccination taken, ultrasound done for her, no anomalies, and she suffer from anemia, her doctor give her iron supplements. Regarding yes. the third trimester, no nausea or vomiting, no vaginal bleeding with leg swelling, no palpitation yes. or dyspnea, تمام. Birth obstetric history, date of marriage in 2017, no history of primary or secondary infertility, history of first gravida are 2018, suspected by blood test, confirmed by first and second and third trimester problems, passed as cesarean section due to rupture membrane, no history of yes. taking contraceptive pills. The outcome is male with normal weight, no needed to neonatal care also. Second gravida in 2019. What are the spacing of both? What, doctor? Spacing between each pregnancy. 2 years. Yes. Yes. Should be mentioned. Whether you have contraception or not. How much you have to talk about. Yes, without contraceptive, no history of taking contraceptive. Yes. Yeah. Past gynecology history, hair menarche at 15 years old, menstrual cycle every 28. Menstrual cycle every 28, flow for 5 days with dysmenorrhea, no intermenstrual bleeding, no past coital bleeding, no past gynecology operative, and Pap smear. Past medical history, no taking. Past surgical history, no, none. Family history, no hereditary disease or no congenital anomaly, no bleeding disorder, and no twin history.
drug and allergy history, no. Social history, live in urban area, good blood, good water supply and sewage, no. Domestic animal. Yes. Yes, doctor. Okay, thank you, Tafuf. Okay, good history. بعدين ما أخذ الهستري طلابنا. نور نور محمد فاطمة إبراهيم، يلا فاطمة ستارت. نعم دكتور. Personal history. I would like to present for you my patient's name is Noor Muhammad. 25 years old, housewife, living in Hanawiya, married from Haider Karim. 36 yes. years old, free worker. Yes. There is no relationship between them. The next of kin is her mother. The patient is the gravida 3, para 3, abortion now. The last menstrual yes. period was on 30th of April 2020. So the accepted day of the delivery will be on 20th of January 2021. Yes. So the gestational age at the time of admission was 37 weeks plus 3 days. The date of yes. history taken 4th of January 4th of January 2021. The chief complaint, elective cesarean section due to the previous cesarean section. Yes. History of the present illness. 25 years old female admitted to our department as case of elective cesarean section. She consulted her private doctor when she felt decrease in the fetal movement. Her doctor did ultrasound for her and full investigation had been done for her. So her doctor decided to do cesarean section. She admitted to the hospital on Saturday at 2nd of January 2021. Blood sample did for her. The operation did at under the general anesthesia, which yes. is uneventful. She wake with any complication, without any complication. She wake up at 11:30 a.m. and she waked after few hours of the operation. She ate soft food and drink. She did the catheter drainage for her with the two cannula. Then later, her doctor discovered that she had uterine adhesion. Asked for her to stay some days under observation with urinary catheter in the day one, normal bowel motion with breastfeeding. Yes. And now she is in her day two with the catheter. Till now, she delivered a live female fetus. لحظة فاطمة ماما. أنت مفروض تقولي لي الأوتكم من قلتي لي هير cesarean pass smoothly without any complication. تحكين عن fetal outcome. بعدين تحكي لي post op اللي هو day zero و day one و day two. وقلتي لي إنه عندها المريضة complication اللي قال إنه عندها adhesion in the site of scar in the site of cesarean section. مو تمام؟ For this reason, advise her to keep in hospital يعني for two or three days observation. دكتورة يعني أذكر قبل ليش اسمه دي اي ماما الفيتال اوتكم تحكي الفيتال اوتكم تحكي بعد شو تبي العمليات وبعدين تبدين تحكي لي دي 0 او دي 1 او دي 2 زين انت حكيتي قلت المريضه ما تشعدها كومبليكيشن عندها ادهيجن عندها التصاقات مو تمام؟ اي دكتور فالمفروض مثلا تساليها مثلا شو تساليها بوست اوب خلينا نقول الدي 0 تسالي لها على ابدومنال بين اكو لو ماكو باست يورين باست موشن او فليتاس اف ذير از اني فيجونال بليدنج ماشي؟ تقولي لي مثلا دي زيرو قامت تمشي تتحركت ورا ايش قد يعني ستارت موبيلايزيشن ستارت فلويد اورال انتيك زين دي زيرو دي والانتي بايوتيك شن طيتوها انالجيسيا شن طيتو دي 1 هماتين نفس الشيء تحكي لي اياه لان المريضه تشعر يعني على حد شيء انه عندها فد بروبلم بالسيزيرين مالتها زين اي دكتور اي فاطمه فلازم تحكي لي يا ماما يوم يوم
يعني تحكي لي على هي الكونديشن يمكن يعني ستارت موبيلايزيشن افتر هاو لونج في الاورال فلويد انتيك الانالجيسيا شنطوها انتيبايوتيك شنطوها ستارت بريست فيد غير فيتال اور نوت ان دي 1 مثلا هم قامت تتمشى تتحركت عندها فاجينال بليدنج عندها ابدومينال بين لان انت تقولين شالوا لها الكاثيتر لو ما شالوها مثلا لازم تسالي وياها بس لحد اخر يوم اخر البارحه اخذناه يا كانت كاثيتر يس المفروض تقولي لي مثلا طلنا فوليس مثلا طل يسترداي فوليس كاثيتر مثلا نوت ريموف تور هير سيلي اللي عندها ابدومينال بين عندها فاجينال بليدنج ستارت اورال فلويد انتيك موبيلايز تمشي تتحركت فيد هير انفانت فيتاس اور نوت هذا المفروض كله تحكي يس اوكي فاطمه كونتينيو She delivered a live female fetus term with normal weight entered to the prenatal care for a few hours. History of the present pregnancy. لحظة فاطمة ماما لحظة. أولاً ما تقولين علي prenatal. شو نسمي؟ antenatal care. عفوا neonatal care. Neonatal care. ما نقول علي prenatal. Prenatal أنت قبل ال... زين؟ أوكي. نقول علي admitted for neonatal care unit. Yes. For a few hours. And then discharge. Yes. إيش قد أنت قلتي لي normal fetal body weight. مو فاطمة؟ normal weight. Yes. إيش قد normal weight؟ أنت قررتي يعني إيش قد؟ ثلاثة؟ ما تعرفها هي. Yes. Normal body weight 2.5 kg إلى 3750 يعني 2.5 إلى 4.25 ماشي؟ هذا النورمال بادي ويت يس يس يعني الشيء جوا 2.5 هذا يعتبر لو بيرث ويت ماشي والفوق ال 4 كيلوات يعتبر ماكروسوميا لذلك okay. احنا نحط الويت من 2.5 الى 4.25 3750 كي جي يس يس هيستوري اوف ذا بريزنت بريجننت شي كونسيلد سبونتينوسلي She conceived spontaneously after 2 years from the last her pregnant. She discovered her pregnancy by amenorrhea and confirmed it by blood test. The first trimester yes. she had good blood test. Blood test? Fatma. Blood test. Blood test? And you said confirm pregnancy by blood test? What did you mean? هو غير انزل كومبليت كاونت ماما انت قلت بريجننسي دايجنوستس باي بلاد تيست بلاد تيست يعني شد الزين اتش سي جي يس يس بيتا اتش سي جي كم فيرست ترايمستر شي هاد جود انتينيتال كير اند شي هاد ايرلي ديتينج التراساوند شي هاد فوميتينج اند نوزيا اند لوز ابيتايت No bleeding or discharge or radiation exposure. Also, no drug abuse. She had a UTI. Second trimester cooking. She felt it at 16 weeks of the gestation, and she didn't receive any vaccine. No hypertension or diabetic or vaginal bleeding with UTI. Third trimester. She had no diabetics or no hypertension, good fetal movement, no vaginal bleeding, and no leg edema. Yes. Past obstetric history, she married twice. دكتورة هذا كيسنا بس إنه هي مزوجة اثنين يعني. Yes, twice. Yes. This is the second marriage for her. Yes. ذكرت هذول التفاصيل بالأوبستريك هيستوري مالتها. Yes, yes. يعني she married twice. The first one. Twice. The first twice, one yes. Since 2030. After few months she came pregnant and by cesarean section in 2040. Live yes. term male with the normal body weight and enter to a neonate unit. The second one she married at 2016 became a pregnant another after 1 year and by cesarean section both date male normal weight past medical history she had no hypertension no diabetes and asthma or epileptic and or any other chronic illness
past family history. Her family, her father was diabetic. After 50 years old, no hypertension or as more any chronic illness. Surgical history, she had previous appendectomy. Drug history, she had no history of allergic reaction for specific drug or any chronic use of a drug. Yes. Social history, she lives with her husband in his family house in urban area in which there are four rooms supplied by tap water with a proper switch system. There is no indoor domestic animal and she is neither smoker or drinker. Yes. Do you want to review the system? No. Okay, thank you. Thank you, Fatma. I think that's Martin Cesarean for what? شنو دكتورة؟ كيس مالت سيزيرين، indication of سيزيرين شنو؟ previous سيزيرين section كانت. Yes. due to repeated two سيزيرين، مو بس واحدة. repeated two scar، يعني إذا بس واحدة أسيل ليش يعني سيزيرين، شنو indication؟ بس إذا قلت repeated two scar، خلاص هي مش ماشي؟ أوكي دكتور. Yes. بعد عندكم سؤال استفسار علي زيدان؟ لا دكتور. شيء ما فاهمي على مود امتحانكم ها انا بلغني ممثل مرحلتكم شو اسمه مثل يقول المرحله كلها شو اسمه محمد فاضل لكم محاضره دكتوره عاليه ما جايتكم المحاضره اي اعتقد ان بلغتها اليوم نزلت لكم المحاضره اليوم الصبح هي بالعشرة ايه وصلت لكم غير اي وصلت هي بس محاضره واحده اي كانت ما منزلتها اخذتنا الاسبوع اللي فات ما فينا البيلبس لو شنو كان علي دكتور الاناتومي اوف ذا بيلفس اند الفيتال سكول بس دكتور هي حتى محاضرات العمل ما جاي تنزلها مال البريكلامسيا قبلها كانت مقوم بالعمل البريكلامسيا هي اخذتها دكتور عالي ليش نزلت دكتور خالد علي ايه دكتور خالد ليش نزلت محاضرات الكتروني لا بريكلامسيا ما ما ماخذيها محاضرة نظري ليش تاخذوها عملي؟ لا ما ماخذيها محاضرة نظر لحد الآن اي يعني ليش تاخذوها عملي؟ يريدها مؤمل تنزل عملي هي دكتورة نزلتها عملي سيشن الكتروني ذاك الأسبوع زين شعدكم بعد شيء ما فاهمي علي دكتورة السلام عليكم دكتورة ما كوثر عليكم السلام دكتورة إذا مثلاً واحدة اللي إجت للطوارئ كان هو بس الرابتشر ممبرين بس بدون بين وبدون دايليتيشن يعني شو نكتب الشيف كومبليمنت والبرزنت هستري أوف برزنت أونس الشيف كومبليمنت the thing brought the patient to the hospital راح تقول شنو اللي تسيلي شنو الجاب شمامة المستشفى إيش قالت هو الرابتشر ممبرين الرابتشر ممبرين كوثر راح اقول vaginal discharge yes اي اقول vaginal discharge راح تقولين vaginal discharge وتقولي duration ايش قد انه بتبدين تحكين البيشنت مالته شو vaginal discharge الكاركتر مالته مثل الكيس هسه اللي قدمتها مو فاطمه طفوف الدكتور بس هي ما عادها لا بين ولا dilatation هي عادي هي جت بس watery vaginal discharge اي watery vaginal discharge CLT هي colorless وadderless والاماونت ايش قد والكلر والادر مثلا حكيت لك شان تفاصيل انت سيليها عدش ماما ابدومينال بين قالت لك نو ابدومينال بين زين لازم تسيلي الفيتال موفمنت كوثر يعني خلال هاي الفتره من هذا الموضوع عليك طفل حركته قلت بقت راح تقول لك لا مثلا جود فيتال موفمنت او ديكريز او نورمال زين المفروض تسيليها بعد وبعد وين رحتي حول وصلت فحصوش بير فاجان اكزامينيشن لازم تفحصوها بي في اكزام مثل هسه هاي المريضه تنفحص بي في اكزام انت جوز ما سالتها فتقولش مثلا دكتوره اخذوني صارت ولاده وفحصوني قالوا مثلا ما عندي توسيع اذا ما عندها برايم بارس برايم بارس من سيرفايكال دايليتيشن يعني فهاي البيشوب سكور مالتها هسه تاخذون بالليبر البيشوب سكور معناته السكور مالتها كلش قليل لذلك راح يصير فير اوف اندكشن اوف ليبر بس اذا جت ربشر ممبرين ولقيت عندها سيرفايكال دايليتيشن خلينا نقول 3 or 4 cm or 5 لا نعطيها ترايل فور ماما فاجان دليفري
هي ماخذينها سيزيريان لان ما يعني السبب السيزيريان نقول لان ما عندها دايليتيشن ومسوي لها على البي في اكزامينيشن ولا هي بي بي اكزام ماكو سيرفايكال دايلتيشن وهي رابتشر ممبران، هي مريضة برامي باراس اول طفل. اي اول طفل يس، فدائما البرايمي تجي ما عندها سيرفايكال دايلتيشن وانفيفرابل سيرفيكس، عرفتي شلون؟ يس، ايوه بس اذا مثلا فحصيها ولقوا مثلا 2 اور 3 سي ام سيرفايكال دايلتيشن او فواحد يقدر يعطيها ترايل اوف نورمال فاجان دليفري. ايه تمام دكتور دكتورة البوست ما علي ايرلي موبايلايزيشن و اذا الكاثر يعني هذا افضل اذكرهم ويل بريزنت النس بنهايته لو اخليهم ويل اكزامينيشن. لا 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 ذني كلهن تحكيهن بالهيستوري بريزنت النس نفسها ستارت موبيلايزيشن ورا ايش قد اورا فلويد انتيك من طلعت هي حطوا لها فوليس كاثتر وتحكي طلنا مثلا فوليس كاثتر نوت ريموفد بالاكزامينيشن يعني هم تهم هم الذكرى بس انت هذا يكون بالبريزنت النس كله حاكي زي ما قلنا يعني العلاجات اللي تاخذها يوميا شنو الاكزامينيشن شنو نسوي لها الليفل اوف كونشسنس هذا يوميا تكون تذكره يعني بالهيستوري. يس بعدكم ما عندكم سؤال استفسار علي؟ لا دكتور شكرا ما عندي. زين ما عندكم شيء على الامتحان شيء ما فاهمني شيء ما واضح كيس مثلا اخذتوها وصار عندكم بيها فد ديفكت او تردون تشيلون عليها او ما عرفتوها شنو ايه دكتورة بس عيني. بالإكزامينيشن يعني إحنا ما متعودين نسوي، فمثلا ما نعرف إنه الهيد هنا أو مثلا الباك هنا، فبس يعني كأنه أكترز يعني بدون ما نعطي نتيجة للإكزامينيشن. ليش هو بالمحاضرة ما سووا لكم دكتورة بس إحنا ما مجربينه بالعمل هواية فما نعرف يعني هاي التفاصيل يعني على المرضى يعني عمليا. هي لازم احنا لازم تعرفون العملي على المرضى يعني انت المفروض تعرفي لي يعني المفروض يعني اذا اريد نحكيها في الاكزامينيشن بالفندل هايت تاخذوه وناخذ الفندل جريب واللاترال جريب فالفندل جريب راح يشوفين الفيتال لاي زين اللاي مثلا على مود نقول لونجيتودينال اللاي لونج عفوا هورزنتال اوبليك مثلا شلون جاي اللاي مالته هاي واحده اثنين المفروض انت يعني من حسيتي بالفندل جريب ويتش بارت اكيوباي ذا فندس هاي لازم تعرفيه فتحسي اذا هو بريتش يعني اذا بالفندس بريتش تحسي راح يكون irregular بارت بينما اذا كان بالفندس هيد راح يكون regular وجلوبيولار ماس يعني مثل بول جوا ايدك فانت راح تعرفين مثلا من نسوي لاترال جريب تعرفين وش بارت اكيوباي ليفت والبارت مثلا اكيوباي رايت الليفت مثلا اذا هي كان باك لازم تعرفين الباك مثلا بيا جهه فالجهه اللي يكون كونتينوس يعني تخيلي هالسنتي تاخذينه تفحصين لقيتي مثلا خلينا نقول هو بريت يعني المقعد مالته لي جوه فمن نريد نسوي بالبالبيش نريد نشوف الفندل جريب حسيت الهيد فوق فيمشي كونتينيوتي ويا الهيد يعني تاخذين يعني شيء متصل سوي ويا الهيد وتمشين بيه باللاترال جريب فباللاترال جريب راح تقولين مثلا الباك دكتور الباك مثلا على الرايت طبعا تلقائيا ما دام الباك على الرايت راح يصير الرجلين على الليفت اللمس على الليفت زين فانت المفروض ويا الراس وتاخذين كونتينيوتي وتعرفينه يعني الباك راح يصير المنطقه كلها يعني اكيوباي بالباك بينما اذا كانت لمس تكون irregular بارت وتكون اكو مكانات بيها مكانات تحسين بيها فراغات فاللمس الرجلين اللي تجي مالت الطفل تكون مكانات بيها مكانات فراغ بس الباك لا تجيش تلقينا منطقه كلها يعني كلها من تحسيها تسوين بالبيشن تحسيها يعني كلها صلبه ونفس الصلابه وشي واحد متصل هذا الباك فليش قلنا انت المفروض هاي تعرفوها من تقولي لي انه هو بريتش برزنتيشن المفروض من عرفت الباك وين السيتسكوب لازم تعرفين مكانه وين تحطيه زين فالسيتسكوب اذا هو كان بريتش المفروض نحطه على الباك above umbilicus واذا كان سي فالك نحطه على الباك below umbilicus فيعني انتم المفروض هاي تعرفوها يعني حاولوا ان شاء الله يوم الاحد على مود تعرفون ايش تسوون اكزامينيشن واضح زينب واضح دكتور دكتور هي ما بيها شيء يعني هو انتو منطقه اتصال الهيد ويا اللبس هو يعني شلون هو صار مثل كوما مثل ضمه الطفل المنطقه هاي اتصال الهيد ويا اللي يعني ويا الترانك هو هذا ترانك او الباك هو هذا كله
فانت بالفحص مالتك ايد تصير ثابته وايد تصير بالوتابل، وحده تكون فيكس وحده بالوت، يعني تقدرين تحسين بيها. حتى احس الباك انه هي ثابت يديني في منطقه ثابته وكلها يعني ممليه، يعني ما تلقين بيها فراغات، فاقول الباك على الرايت. فانا من عرفت الباك على الرايت ما اظل احط الستيسكوب كل ساعه بمكان حتى اسمع الفيتال هارت، خلاص قبل اجيب على الرايت. زين واللمس راح تصير لا بالجهه المقابله له، اللي هي تلقي بيها فراغات وتلقين بيها التوز مثلا مالته او رجليه. زين فاقول اللمس مثلا على اليد والباك على الرايت، وها هي ايه. فهاي هسه يعني من الحين يوم الاحد ان شاء الله انت الحين تداومين، شوفي مثلا في وحده بريجننت وشي تقدرين تسوين عليه، تذكرين الحكي مالتي يعني هنا ذني تاخذون الفندل هايت، كنا نستخدم المفروض تيب ميجر سيمفيسيس سيمفيزيا فندل هايت، فيجيب التيب ميجر الزمه من الفندلز واصعده فوق للسيمفيسي بيوبس، وقلنا نحطه بالانجات وطلعينه بالسنتيم ايش قد. فراح تقولي دكتور مثلا بالسنتيم يساوي لي 35 او 36 اسبوع مثلا. بعدين نبدي الفندل جريب، كنا نشوف وش بارت اكيوباي ذا فندس، بعدين لاترال جريب نشوفه اللي هي نشوف اللمس وين ونشوف الباك وين، وبعدين البيلفيك جريب اللي هي وش بارت اكيوباي ذا لور يوتراين سيجمنت، هي البيلفيك جريب حتى يقول عليه هذا جايني هيد باللور يوتراين سيجمنت او جايني بريتش او جاينتني لمس مثلا. وبعدين نسوي الباوليك جريب اللي هو الرول اوف فيفت حتى اشوف الليفل اوف انجيجمنت. يعني هاي صعبه الليفل اوف انجيجمنت، هاي رول اوف فيفت ما تعرفوه، بس لازم تعرفونه ثيوري نظري على مود اذا انا فحصت وحسيته يعني الهيد كله فلوتابل كله يلعب بالبطن فنقول هذا نوت انجيج، بس اذا كان مثلا تو فيفت بابل بير ابدومن يعني ثلثين بابل بالابدومن وثلاث اتلاف جوا هذا معناته انجيج. هاي بعدين هاي المفروض شرح لكم اياها. تو فيث بابا بير شكرا. ماخذيها مو زينب؟ ايه دكتور، اي يعني اذا ثلثين حسيتي بالبطن يعني يلعب بالبطن ثلثين، معناته يعني تقسمين الراس خمس اخماس، خمس اخماس 1 فيث 2 3 فيث 4 فيث 5، اذا كله بالابدومن حسيناه راح نقول عليه هذا not engaged floatable، اللي هي كله يلعب بالبطن. بس اذا حسيتي ثلثين جوه ثلثين بالبطن معناته العفو 2 فيث بالبطن الابدومينالي، معناته 3 فيث اللي هو راح يكون انجيج. بس اذا مثلا خلينا نقول 3 فيث بالبطن بير ابدومين، اذا انا غلطتكم ثلاث اخماس بالبطن بير ابدومين معناته هو not engaged. يس دكتورة، بس وقت الامتحان يعني أثناء ما نقص عليك تعطينا وقت تحنينا. شلون علي؟ إيه يعني هو إحنا بنوزع من تاريخ التوزيع مثلا من التايم مالت التوزيع مالتكم مثلا أسبوعين ونص صارت، يعني امتحانكم 9:15 9:15 9:30 امتحنان. اللي مسموح لي أدخله لقطها وياي الثرمومتر والستيثوسكوب والتاب مجر والسفيجنومانوميتر والورقه اللي تكتبين هيستوري، لا بعد لا محاضره ولا موبايل. ايه ورقه وقلم، ورقه وقلم تكتبين هيستوري. ايه ولا محاضره ولا موبايل بعد. ايه هسه علي ان شاء الله يوم الاحد نشوفكم اذا الله راضي يسهل. زين ايه وان شاء الله خير وخروف وخر زين، والله يسهل عليكم ان شاء الله. يلا عيني ها هي براحتكم والتوفيق. فرنسا زين دكتورة، الله يعافيكم الله يعافيكم.